يعني مثلا مين لما الأقسم بالله ثلاثة؟ الشيخ الزغبي لما بيقول لك ان ما ادوناش او ما سلموش كاميليا للجيش، واتصل بيه عشان ابلغ قداسة البابا ان احنا هنمنعكم تصلوا. فده كده بحس احنا يعني عايشين في بلد سيادة قانون ولا اللي يقدر فيه يفرض قوته. فدلوقتي اصبح امام الاقباط ثلاث حالات، اما انه يهاجر، اما ان الغالبيه تعتمد على ربنا، لكن جزء بدأ بالفعل هيشيل السلاح. فدلوقتي اصبح امام الاقباط ثلاث حالات، اما انه يهاجر، اما ان الغالبيه تعتمد على ربنا، لكن جزء بدأ بالفعل هيشيل السلاح. لكن جزء بدأ بالفعل هيشيل السلاح. لكن جزء بدأ بالفعل هيشيل السلاح. ده كلام خطير بقى، وايه ويخلي الدكتور محمد سليم العوا يقول لنا جميعا، الم اقل لكم